في هذه الشاحنة يتم نقل أمتعة كل مواطن فلسطيني مسافر إلى الأردن، أو بالتحديد إلى محطة كرجات عبده. هذا المكان الذي سبب وما زال يسبب الكثير من المعاناة للمسافرين الفلسطينيين. وعود كثيرة قطعت على المستوى السياسي والرسمي لإنهاء هذه المعاناة، إلا أن الوعود ما زالت مستمرة والتطبيق غائب. تطورات كثيرة حصلت في الجانب الفلسطيني من الحدود تسهل السفر على المواطنين، إلى أن السبب الأول في المعاناة ما زال قائماً، وهو مسألة نقل الحقائب التي لا زالت تؤرق كل مسافر فلسطيني. تكون البداية عند وصول المسافر إلى الاستراحة، ليقوم بعدها بإيصال أمتعته إلى الشاحنة المخصصة للنقل، ويضطر لدفع بقشيش لمن يفرضون المساعدة هناك لتتحرك الشاحنة وتعبر الحدود. وبعد مسافة يسيرة تصل إلى مبتغاها، محطة عبده، وهناك يتم إفراغ الشاحنة من الحقائب بطريقة تؤدي إلى ضياعها أو إتلاف ما بداخلها في كثير من الأحيان. هي مسألة حمل الشنطة يعني، بس يعني من منطقة لمنطقة تنقلها، أكيد لما بتلاقيها على الحدود الأردنية بتكون أفضل، من ناحية إنه مش راح تحمل شنطة، ما راح يكون في أمان إنه محدش يحمل شنطتك، محدش يحمل شنطتك. يعني أنا مرة راح لي شنطة يعني كان فيها يمكن أغراض بحرفة 500 دينار، بس لما ألاقي شنطتي في مكان واحد خلاص بيكون عليها مراقبة، بيكون شنطتي محطوطة على الرقم على الجواز. الشنطات بياخذوا وقت لحد ما يتم التعامل معهم أو يتم تسليمهم لصاحبهم. وكمان في عندنا كمان في قضية كمان في إسرائيل، في الجزيرة الإسرائيلية كمان في عندنا كمان أزمة، لأن الشنطات بيرتموا بشكل بيرتموا بشكل غير معقول. ففي عندك مثلا ناس حامل إشي قزاز، حامل إشي زيت، فإشي بتكسر، إشي بروح، إشي بيخرب محله. ناس حامل مثلا إشي زيت فبينكب على الأواعي. فسوء المعاملة بالنسبة كمان للأشخاص في رمي شنطاتهم. الأطراف التي يجب أن تشترك في حل القضية ثلاثة: الجانب الفلسطيني والأردني والإسرائيلي. الأول والثاني يقولان أن الأمور من جهتهم منتهية، وهم متفقان على إنهاء محطة عبده وإيجاد طريقة لإيصال الحقائب إلى الجانب الأردني مباشرة، ويحملان الجانب الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تأخير إيجاد حل. محطة الوسيطة المسمى محطة عبده كانت في طريقها إلى الغاء مع عيد الفطر الماضي، ولكن نتيجة الظروف التي حصلت في الأراضي الفلسطينية سواء في المحافظات الشمالية أو الحرب التي شنت على المحافظات الجنوبية لم يعد ممكن الحديث لا عن تغيير أو تبديل في واقع الحرب. هناك وعود أيضا لإنهاء هذه المحطة بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. لمعرفة إمكانية تطبيق الطريقة الجديدة في إيصال الحقائب على أرض الواقع، توجهنا إلى وزارة المواصلات المسؤول الأول عن النقل داخل البلاد وعلى الحدود، وكان الرد أن لا علاقة لنا، إدارة المعابر هي من تتابع الموضوع. كان لابد لنا من معرفة إمكانية التطبيق على أرض الواقع في ظل وعود جديدة أطلقها الجانب الإسرائيلي لتغيير الحال وتحسين ظروف السفر بعد عيد الأضحى المبارك. لا أحد يعرف هل ستصدق هذه الوعود أم لا. نور الدين مرزوق، الفلسطينية.